السلام عليكم، صباح الخير عليكم. مرحبا بكم في قناة المهندس المعماري. اليوم راني في قلب العاصمة، ديروا تحويسة خفيفة، أجواء كما يقولوا ممطرة، أي المطرش الله يبارك. ماشي حاجة كبيرة، ما هي يتصب شوية. أنا راني كما نسمع حديقة خميستي، كما لا غرون بوست دائما على الدعوات. فوالا، صحف الهند اليوم تميل مع يعني التحالفات الأمريكية والتحالفات يعني الإسرائيلية. هذا كريم قابلنا الفوكسي الهوتيل الأوراسي. بصراحة بلاصتو ماشي بلاصة تاع هوتيل، هناك هذيك بلاصة تاع مونيمو. كان جيت أنا وكان درت تما المونيمو، كان درت تما باسكو كي شغل عندك لا بيرسبكتيف هذه منا ومن النظرة قاع تروح لتما، يجي هاي. فوالا، هذه حديقة الحرية، وهنا ندخلو في تونل تاع لافاك. لافاك يجي فوق تونل، كاين بزاف ناس ما على بالهمش بلي جامعة الجزائر أول جامعة تبنات هنا في الجزائر، قبل من الجامعة اللي تبنات في سوق عراس. هي أقدم جامعة على كل حال في التاريخ البشرية. هذه الجامعة اللي بنتها فرنسا هنا، كانت هنا هي تحت فوق تونل. هنا أنا نجوزو تحت الجامعة. فوالا، بعد هنا تخير تروح مع ديدوش ولا مع محمد سانك. أنا نطلع مع محمد سانك، عندي شغل فوق. هنا بدأوا الترميمات في شارع محمد الخامس، ترميمات كبيرة. راح يرموا هذا الوجه، هذا كاع داروا لهم كما يقولوا حصدوا مبالغ كبيرة للترميم. حاجة مليحة، باسكو كاين بزاف من ديكرات هنا. ديجا انا شون تبداو راس كاع قاعهم يرموا فيهم. فوالا، هذا ثاني يوم يرمي فيهم. شوف، المهم هذه محمد سان قاعد ترمم حتى الفوق، وديدوش و لا ما نساو الترميمات اللي هم باب الواد. باب الواد ثاني كاين ثاني دي كرون بروجي تما تاع ترميم البنايات. فوالا، كملو نطلعوا في شارع محمد الخامس. المشكل هنا يا ستاسيون مو كارثة. ستاسيون مو بروجي هذا ثاني يوم يرمو فيهم. شوف هذا كاع، هذا الفيراج كاع يترمى، هذوك مليا ثاني يرموهم على دروا هذوك يرموهم. هذي لي جاي كيما البون هذاك كيف. المهم حاجة مليحة، عملية الترميم كاش وين ستاسيون. هنا عندي شغل هنا برك، مشكل ستاسيون مو هذايا بروجي كبير. Thank you.
كاينه بلاصه. كاينه رحت.